من جديد تحاول الجماعات المسلحة أن تعود إلى مسرح الأحداث بحضرموت عبر عملية تفجير لشاحنة مفخخة بنحو طن من المتفجرات. يقودها انتحاري كان يستهدف قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، وفقا لبيان أصدرته المنطقة. محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك لم يتأخر في الرد على العملية التي لم تسفر إلا عن مقتل الانتحاري، بالتأكيد على مواصلة قوات الجيش والنخبة الحضرمية تطهير المحافظة ممن وصفها بالقوى الضالة. وأقول لجماهير شعبنا أن جنود النخبة وقوات الأمن في المحافظة ستقفل المرصاد ضد أي قوى ضالة من الإرهاب تحاول المساس بحرية وتراب وثروات حضرموت. على صعيد آخر، شهدت المكلا مهرجانا جماهيريا حاشدا دعت إليه السلطات المحلية والمكونات السياسية بالمحافظة دعما للشرعية في البلاد، وللتعبير عن رفضهم لمبادرة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ التي قالوا إنها جاءت لشرعنة الانقلاب. أراد ابن الشيخ بمبادرته شرعنة الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي والمخلوع صالح. منظمات المجتمع المدني بحضرموت هي الأخرى عبرت عن مساندتها للموقف الذي اتخذه الرئيس هادي في رفض ما وصفوه بأنصاف الحلول. ومن على هذا المنبر نعلن تأييدنا المطلق لموقف فخامة الأخ الرئيس في رفض أنصاف الحلول التي تقدم بها ولد الشيخ. تظاهرات الاحتشاد الداعمة للشرعية التي شهدتها مدينتا المكلا وسيئون أكدت في بيانها أن أي حلول للأزمة اليمنية خارج المرجعيات الثلاث لن تراوح مكانها وستظل حبرا على ورق. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.